طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بعتقد يمكن حتى المحاضرتين الماضية بلشنا نحكي في تخطيط شبكة الصرف الصحي ومن ثم تصميم الشبكة. وصلنا المرحلة الماضية انه حددنا يعني المنهجية، انه لما بعمل اللي اوت للشبكة، لمشينا لحد جزئية اللي اوت. لما بعمل اللي اوت للشبكة ومن ثم برقم المانهولز، برقم البايبس، من ثم بعمل زي تابيوليشن، بعمل تيبل بحدد كل بايب فروم تو فروم مانهول تو مانهول، الجراوند ليفل للمانهول، من ثم بحدد الانفيت ليفل بناء على تصميم البايب والداميتر، مش هيك؟ وتعلمنا شو، عرفنا شو معنات الانفيت ليفل وشو هو الانفيت ليفل وشو هو الجراوند ليفل، اللي هو منصوب المي البايب من الداخل من جوا اللي هو الانفيت ليفل، منصوب البايب من الخارج من فوق، او منصوب البايب من الخارج من فوق هو الكراون ليفل. وشفنا انه المنطق اللي احنا بنبني عليه بالاساس هو منطق انه انا في عندي الثري فاريبلز، انا بناء على البايب قديش بتخدم من المنطقه كنت بحدد قديش الكيو، ومن ثم بناء على نوعيه البايب بحدد قيمه ان، ومن ثم جينا احنا لثلاث فرضيات اللي هي دي على دي والسلوب والديامتر. قلنا احنا بنفرض عاده دنتين منهم وبنوجد الثالثة، ومن ثم بنعمل تشيك على الفيلوسيتي، بنعمل تشيك على الفيلوسيتي انه الفيلوسيتي تاز تو بي وذين ذا رينج. اذا كان هيك صح انا بنتقل للبايب الثانية. هسا المبادئ القائمة عندنا على اي اساس انا اذا انا بدي افرض السلوب دي على دي، ايش الاساس اللي انا بفرض عليه الجزئيات هذه؟ بالنسبة لدي على دي احنا عادة كل ما كانت البايب، كل ما كانت البايب بتخدم مش كمية أكبر من الناس، معناته أنا بخلي فيها متسع أكثر للبايب. عادة إحنا دي على دي في قل الأحوال ممكن ناخدها ما بين 5.5 إلى مثلا 0.9 ماكسيموم، يعني الرينج ممكن آخذ فيه دي على دي بين 0.5 إلى 0.9، يمكن أنا عادة ناخدها تقريبا بحدود 0.75 something like this. بنيجي هنا للسلوب. على اي اساس انا بفرض السلوب؟ الفكره القائمه عندنا لو انا جيت احكي هي منصوب الارض الطبيعيه، وهي في عندي مانهول بده يتنفذ هنا ومانهول بده يتنفذ هنا. احنا بنعرف الجراوند ليفل هنا، بنعرف الجراوند ليفل هنا، وبنعرف المسافه بين التو مانهول اللي هي عباره عن طول البايب، لانه في النهايه بده يتوصل بايب ما بين هاي التو مانهول. اللي انا عاده اول شغله بنيجي بنسويها بنحسب السلوب للجراوند ليفل، سوري السلوب للجراوند. السلوب للجراوند هو عباره عن ايش؟ الفرق بين الجراوند ليفل للاب ستريم مانهول والداون ستريم مانهول مقسوم على المسافه، مش هيك؟ هذا بيعطيني السلوب للارض. هسا اذا كان السلوب للارض أكثر من المينيمم، أكثر من المينيمم، ممكن أبلش إني آخذ مين؟ السلوب للأرض. طبعًا هذا بيساعدني في شغلة، إذا أخذت السلوب للأرض هو كان السلوب للبايب، إت مينز إنه البايب راح تتنفذ بانحدار نفس انحدار الأرض، وهذا بيعني إنه الحفر في الأب ستريم بيساوي الحفر في الداون ستريم. فالاسامبشن عندي بيبدا من وين؟ سلوب الارض الطبيعيه، الارض اللي بده يتنفذ عليها الشارع. اذا كان سلوب الارض الطبيعيه اكثر من المينيمم سلوب، اي كان كونسيدر المينيمم سلوب على هو على انه هو السلوب اللي انا بدي ابدا منه، واللي من خلاله انا بقدر احسب قديش قيمه الدياميتر، ومن ثم اذا انا نفذته معناته انا بضمن انه البايب تكون موازيه للارض الطبيعيه، ومن ثم بكون عندي باخذ نفس الحفر. طب اذا كان السلوب للارض اقل من المينيمم، اقل شيء لازم اخذ المينيمم، اقل شيء لازم اخذ المينيمم. كيف؟ لو اكثر من المينيمم باخذ الارض الطبيعيه، بس لسه طبعا في عندي ليميتيشن راح احكي عنها كمان شوي في قصه الطبيعه، يعني ممكن تكون الارض منحدره بشكل كبير، يعني الارض زي ارض جبليه
راح نشوف في حالة انه يكون السمع الارض الطبيعية عالي كثير ايش ممكن نعمل. من الشغلات اللي حكينا عنهم كمان المحاضرة الماضية او المحاضرات الماضية المسافات او وين اللوكيشنز للمانهولز، وين اللوكيشنز للمانهولز، وقلنا انه انا لازم احط مانهول وين بتغير قطر البايب. يعني لو بدي انا اوصل تو بايبس بدي اختلفوا في الدايمتر لانه كل ما امتدينا في الشبكة بيزيد القطر، لازم انا احط مانهول وين بصير في اختلاف في قطر البايب، وين بصير اختلاف في الدايركشن للبايب، هوريزونتال او فيرتيكال، وين كان طبعا فيرتيكال تشينج في السلوب، الهوريزونتال تشينج في الاتجاه، الفيرتيكال تشينج في السلوب. يعني لازم البايب في مانهول تو مانهول تكون بنفس الدايمتر بنفس السلوب، بصحش نفس البايب بين المانهول ومانهول بتو ديفرنت السلوب، مثلا لازم وين بصير تغير في السلوب ننفذ مانهول. وين بتقاطع البايبس وي هاف تو انستول مانهول. طيب لو ما صارش كل الحكي هذا، انا عندي بايب ممكن يكون طولها 200 متر على نفس السلوب بنفس الدايمتر، بصير اني ما احطش على ال 200 متر ولا مانهول عشان الصيانه، لانه انا لازم اجي في البلد هنا واشوف عندهم قديش اعلى مسافه ممكن يعملوا صيانه لو صار في كلوجنج في البايب. اذا قال لي انه احنا عندنا امكانياتنا الاكويبمنت والاكسبيرينس والكاباسيتي انه اكثر من 50 متر ما بقدرش نعمل صيانه، اتمنى انه ما بقدر انفذ مسافه بين مانهول ومانهول اكثر من 50 متر. هنا في عندنا بناء على الاكسبيرينس في البلد الماكسيمم ديستانس بتوين مانهولز بناء على البايب دايمتر، لانه كل ما كانت البايب دايمتر اكبر بكون امكانيه صيانه البايب اسهل، فعشان هيك ممكن تكون المسافات اكبر، ممكن تكون مسافات اكبر. فهذه هي الماكسيمم ديستانس ممكن ننفذها ما بين البايبس، يعني البايب دايمتر اذا كان اكثر من 8 انش ممكن نصل لحد ماكسيمم 30 متر، اذا كان لحد 10 انش من 8 ل 10 انش 40 متر، من 10 ل 12 50. طبعا هذا الحكي خاص ان جنرال مضبوط، لكن احنا هذا ممكن يعتمد فيه قطاع غزه، على الرغم انه لما بزيد عن 36 انش، يعني 36 انش كم سنتي، نضف 2.5 بحدود تقريبا 900 ملم او اكثر شويه، لانه 2.54، فعندنا تقريبا 150 متر ماكسيمم ديستانس، ونحن في قطاع غزه ما بنفذش 150 متر ماكسيمم ديستانس ما بين المانهولز، لانه امكانياتنا الصيانه اقل من هاي الكباسيتي. في عندنا كمان شغله متعلقه بالمانهول دايمنشن، ابعاد المانهول، ابعاد المانهول. يعني احنا تعاملنا مع المانهول في التصميم على انه المانهول از ا بوينت، المانهول از ا بوينت. اكشوالي انا بلزمني قطر محدد للمانهول. قطر المانهول بيرتبط بشغلتين، بيرتبط بعمق المانهول، وكل ما كان المانهول على عمق اكبر كل ما كان بيلزمنا يكون الدايمتر بتاعه اكبر. ليش؟ النقطة انه احيانا ممكن يلزم انه عشان نعمل عملية صيانة للشبكة انه الناس تنزل في داخل المانهول. طبعا كل ما بدها تنزل في داخل المانهول في عمق كبير لازم يكون متسع الحركة اسهل، مش معقول انا ينزل 4-5 متر ويدوب وقادر ينزل، لانه هذه منطقة خطرة، يعني هو بده يشتغل في منطقة خطرة فبده يكون عنده مساحة يتحرك فيها. طبعا المساحة الموجودة هي مساحة المانهول، فلازم يكون المانهول على بداميتر معين يقدر يتحرك فيه. الشغلة الثانية قديش البايبس اللي بدنا ننفذها اللي هي داخله وطالعة من المانهول قديش بنكسر في محيط المانهول. يعني لو جيت اطلع هاي المانهول كبلان، في بايب داخل من هنا وفي بايب داخل من هنا وفي بايب طالعة من هنا، لاحظوا انه انا في جناب المانهول بدي اكسر عشان انا نستول البايب هذه وهذه وهذه،
بصفي الاجزاء هذه من المانهول هي اللي بتضل. طبعا كل ما كثرت البايبس بصير تكثيف جدار المانهول اكثر فبضعف المانهول. هذا بيطلب مني انه ما بصير انا انفذ مانهول في الاخر فيش مساحه نعمل استول للبايبس. فنقدر نتعمد انه بنحاول بشكل عام انه المساحات اللي تاخذها والمسافات اللي تاخذها البايبس من محيط المانهول ما تزيدش عن ثلث المانهول، عن ثلث محيط المانهول. يعني لما بدنا نكسر في المحيط نكسر تقريبا بس ثلث محيط المانهول حتى يبقى المانهول قوي، والا يعني كسرناه ما ضلش اجناب في جوانب المانهول. فهذه النقطه الثانيه اللي بتحكم عنا. نعم طبعا هذا بيتحرك بعدد البايبس وبحجم البايب. إذا ما مثلا تكون عندي بايب قطرها 36 انش، طبعا في بايب داخل وفي بايب خارج، 36 انش داخل 36 انش خارج. هسا لو جيت عم نفذها بقدر انفذها في مانهول 80 سنتي، يعني ال 80 سنتي بتجيبش البايب. طب لو كانوا ثلاثة بايبس بصير فيش إمكانية انفذها على قطر أقل من متر ونص إلى مترين، لازم يكون قطر المانهول. فعندنا هنا ليميتيشن على المانهول بحيث انه المينيمم دايمتر للمانهول بناء على الدبث. انه بيقول لي اذا الدبث كان اقل من 90 سنتي، عمق المانهول اقل من 90 سنتي، ممكن نكتفي بمانهول قطره 60 سنتي. طبعا هذا اذا كانت البايبس اللي داخله عليه بتكسش تلته. لانه ممكن اذا كان عمقه 90 سنتي نعمل صيانه واحنا فوق، مش مضطرين ننزل حدا في 90 سنتي. لكن لما يكون عمق المانهول متر الى مترين بالزمن على الاقل يكون المانهول متر. إذا كان أكثر من مترين بنصل إلى متر ونص وحنا بنتعدى المترين. طبعا كلكم بتعرفوا أو شفتوا في المانهولز بيعملوا ستيبس على أساس اللي بينزل، يعني كيف بده ينزل الأربعة أو الثلاثة أو الأربعة متر مش رح طبعا يمكن بعد تجربة المانهولز صار يمكن تمر أحيانا سنوات ما حدش بيفتح مانهول. ممكن هدول مع الزمن يتآكلوا. هذا وانا بتوصل يكون ستانلس ستيل وشغلتنا نوعيه، لا ممكن ايش؟ يتاكل الفصال اليوم بيستعيضوا عنهم بالادراج المتحركه او بالسلالم المتحركه. يعني احنا بنفتح المانهول وبننزل سلم متحرك بحيث انه هو ينزل على السلم المتحرك ولما يخلص بشيل السلم حتى ما يقعش في ريسك. لو كانت هذول فيهم مفترين وهو بنزل في بنزل في المانهول ممكن انه يوقع. احيانا شو بنيجي بنعمل؟ لو كان المانهول مثلا على عمق 5 6 متر، مانهول على عمق 5 6 متر هي سطح الارض. هسا لو حدا بده يجي ينزل 5 6 متر وبتعرف انه في منطقه دينجرس، اولا بحكي في ويست ووتر، ممكن يكون هو نازل عشان في كلوجنج معين، لو صار تسليك للكلوجنج في لحظه ممكن تغرق يدفع عليه الميه. فعاده شو بيجوا بيعملوا؟ بنعمل المانهول وكانه طبقين، يعني بنحط هنا سطح ثاني بفتحه وهي السطح اللي فوق اللي بفتحه، بحيث ايش؟ طبعا الفتحتين هذول مش قبال بعض، بحيث اول ايش بنزل هنا بعدين بكمل. فكانه بصير هنا وهو بكون بس بعيد عن السطح 3 متر حتى لاي دينجرس ايشوز، لاي خطر، لاي تسك. لو هو كان موجود واحد بيشتغل هنا بكون في ناس هنا بتقدر انه تعملوا له اي عمليه انقاذ قبل ما انه يصل في اي نوع من الخطوره. فبكون المانهول معمول وكانه تو ليفلز، وكانه تو ليفلز. في عندنا كمان شغله تتعلق بالمانهول، الكفر للمانهول. اللي احنا بنشوف ان المانهول بس مجرد بنشوف ان المانهول الكفر في الوضع الطبيعي. طبعا بنشوف في كفر كاست ايرون، رينج حديد كلها، وفي شيء حديد مع بطون، وفي شيء كونكريت. طبعا اللي بيتحكم ايش طبيعه الكفر، ايش اللود اللي بده يجي على الكفر، ايش اللود اللي بده يجي على الكفر بشكل عام. وين في حركه ترافيك بتكون عندنا انه لازم يكون الكفر لود ما يقلش عن 25 طن. يعني الكفر هذه تتحمل لود 25 طن. طبعا 25 طن هنا من وين جايه؟ من الويل لود، عجل الفيهيكل
سيارات التراكس الكبيرة، ممكن أن يكون كل عجل السيارة أو كل عجل التاك على المانهول. لو جينا نشوف أنه في الترافيك بنلاقي أنه هذا اللود ممكن يصل إلى 25 طن. فلو تعرض المانهول لهذا اللود ما يصيرش عليه أي دمج. إذا كنا في شوارع داخلية وفيش هيفي ترافيك، ممكن ننزل نستخدم 16 طن أو 8 طن حسب طبيعة اللود. يعني إذا كنا في شوارع فرعية والمانهولز في الرصيف، يعني مش معرضة للترافيك، معناته هي معرضة لبيدستريانز للمشاة، فبالزمش إنه يحط للمشاة 25 طن كفر ب 25 طن قوة تحملها، لأنه مش هتكون معرضة إلى مثل هاي اللود. في عندنا كمان نوع من انواع المانهول بنسميه دروب مانهول، شو الدروب مانهول وليش احنا بنحتاج للدروب مانهول في لحظات؟ كيف بنحتاج للدروب مانهول؟ لما تكون الارض الطبيعيه الانحدار فيها عالي، لما تكون الارض الطبيعيه الانحدار فيها عالي، بلاقي انه انا لو مشيت بسلوب الارض، نفذت البايب بنفس سلوب الارض، هاي سلوب الارض، اذا نفذت البايب بنفس السلوب تصل الفيلوسيتي اكثر من الماكسيمم، وانا مش مزروع انها تكون الفيلوسيتي اكثر من الماكسيمم. فشو مضطرين نعمل؟ مضطرين نعمل البايب بسلوب اقل من سلوب الارض، فافترضوا بالشكل التالي. اذا انا جيت بلشت من هنا، هاي المانهول الاول، واحنا نزلنا فيه هنا بالمينيمم كفر، طبعا بدي انفذ البايب بسلوب اقل من سلوب الارض، شو راح يصير عنا؟ الكفر اقل ولا مش هيك؟ طبعا بمشيش النقطة هذه. فشو عادة بنيجي بنعمل؟ هنا لما بصير عندي مثلا انا بقدرش اعمل هذا المينيمم، ممكن اعمل هذا اكثر من المينيمم، مثلا اذا كان المينيمم 90 سنتي ممكن انفذ هذا مثلا متر ونص. لما بصل عند نقطة بصير هنا المينيمم كفر، بقدرش امد الباب اكثر من هيك. فبعمل انستوليشن لمانهول وبنزل فيه وبخلي المخرج من هنا. فبصير في المانهول المدخل غير عن المخرج، فهنا انا عملت الدروب في المانهول، بنسميه الدروب مانهول، عشان هيك بنسميه الدروب مانهول. كيف؟ ممكن ابدا بواحد ونص صحيح، وبستمر وين بصل لمينيمم؟ بنفذ كمان الدروب مانهول، اذا ظلت الارض عندي بتنحدر بشكل انه السلوب بتاعها اكثر من السلوب اللي بوصلني لماكسيمم فيلوسيتي. هنا اذا طلعت في الدروب مانهول معناته المي بدها تصير تنزل في المانهول، على عمق متر مثلا او اكثر. وهذه طبعا شو ممكن تعمل في المانهول؟ ممكن تكسر ارضيه المانهول، بتعرفوا المي بتدير هذا باستمرار بتكسر ارضيه المانهول. شو بنيجي بنعمل عاده؟ بخليش المي تدخل من هنا، بركب هنا تي، يعني هذه بتكون عبارة عن تي، وبمشي فيها بالشكل التالي ولهنا بعمل الفتحة، وهذه بتكون مغلقة بكفر، لهدف ان المي تمشي هيك بالشكل التالي تدخل في المانهول من تحت. وهذه الجزئية من البايب لها مواصفات خاصة، وعادة هذه بتكون من الستيل، لانه المي فيها تنزل بقوة. ولاحظوا انه لما احنا عاملين هذا طلعتوا فيها هي خارج المانهول مغلفة مع المانهول بالبطون عشان تتحمل اللود اللي ممكن يصير عليها. في داخل المانهول اللي داخل الماشي عدل مغلقة، هذه احنا بنغلقها الا لما هذا الخط صار فيه تسديد بنفتحها لعملية الصيانة. يعني من هنا مش هذه مغلقة خالص، مغلقة بكفر، بنفتح الكفر هذه لو بدنا نعمل عمليات، لانه مش صحيح انه نقدر نعمل عمليات صيانه
من هنا فبنعمل العملية بهاي الشكل. اليوم مع الشغل وصلوا مرحلة انه ليش نعمل للدوب مانهول برا المانهول؟ هذا للدوب، ليش نعمله برية المانهول؟ ممكن نعمله جوات المانهول. طبعا انا عمل جوات المانهول، هي المانهول وهي البايب اللي داخله، طبعا قلنا من هنا مغلقه، هاي التي تنزل هيك وبدير في المانهول من هنا، وهذه انا بثبتها في جدار المانهول، بضبطها في جدار المانهول بحيث تكون هذه البايب لو صار فيها اي دمج بنقدر نعملها صيانه. لكن هذه البايب بالشكل الخارجي هذاك لو صار دمج بدنا نكسر والستيل عشان نقدر نعملها اي نوع من الصيانه. فحين صار يستغيضوا عنها بهذا الشكل، بس هذا صار يتطلب ان يكون المانهول بقطر كبير، لان بصير البايب ماخذ جزء من قطر من المانهول، فبصير بدنا مانهول يكون قطره اكبر. لكن هذا بنلجأ له في عمليات انه بكون عندي السلوب للارض اعلى من الماكسيمم السلوب المسموح، فبضطر انه انا كيف بدي احل المشكله من خلال لدوب مانهول. شغلة تانية أو ثالثة بتواجهنا أحيانا، عندنا في بعض مؤسسات ممكن هذه المؤسسات بتنتج من خلال طبيعة المؤسسة كميات من الزيوت والدهون والشغلات هذه. زي مثلا في عندي في المنطقة اللي بدي أصممها مشحمة سيارات أو غسيل سيارات، بغير الزيوت وما شابه. طبعا هم لما بغير الزيوت والشغلات هذه بتنتجهم كم كبير من الزيوت، ممكن تدخل داخل وين؟ داخل الشبكه. طب تعرفوا دائما الزيوت ماده الفيسكوسيتي لها عاليه، وهذه دائما بتؤدي الى التصاق بسيط المواد السيديمنت تتصب، وهذا بيعمل عندك لوجنج كبير في السيستم. عشان هيك بنتطلب منهم يعملوا شيء بنسميه جريس اند اويل تراب. شو الجريس اند اويل تراب؟ عباره عن حفره من جزئين، حفرة من جزئين. الفكرة فيها انه الجزء الاول المي لما بتدخل من المشحمة مباشرة كانت تدخل في سيديمنتيشن تانك. الحفرة الاولى عبارة عن سيديمنتيشن تانك. طبعا في السيديمنتيشن تانك بالشكل التالي، اذا جينا نحكي بالشكل التالي، هاي الحفرة وعبارة عن حجرتين، طبعا الحجرتين مفصولات تماما عن بعض. إذا المي بتدخل من هنا بنقل المي من الحفرة هذه على الحفرة هاي من خلال بايب جاي بالشكل التالي. هذا الجزء عبارة عن سيتلينج تانك، طبعا سمول سيتلينج تانك. شو بيعمل؟ لما تدخل المي فيه اذا في سيديمنتس بنزلوا تحت هنا، فهذه منطقه السلاد زون، واذا في فلوتنج ماتيريال، الزيوت ما هي عباره عن فلوتنج ماتيريال، مش هيك؟ الزيوت كثافتها اقل من كثافه المي، مش راح تتصب. الزيوت شو بصير فيها؟ تطفو هنا. وين الانتيك عندي انا للبايب؟ جاي في المنطقة هذه، فمعناته بتاخذ مية، السيديمنتس مش فيها والزيوت مش فيها، تنتقل على الحفرة الثانية من هذه، احنا بناخذ الاوتلت على الشبكة. طبعا هذا بيتطلب انه هذا السيتلينج تانك، اذا سميته سيتلينج تانك انا بسميه تراب كمصيدة، يعني مش مستوى السيتلينج تانك، كمصيدة بدها تفريغ بشكل دوري، لانه كل فتره بصير كميه السيديمنتس كبيره وكميه الزيوت عاليه. طبعا حسب حجم الحفره معناته بيتطلب انه كل فتره نعمل عمليه تفريغ، وهذه مواد تنقل مش لا الى شبكه الصرف الصحي، يعني مواد ما بندخلها جوا شبكه الصرف الصحي حتى ما نسمح بعمليات كلوجنج مستمره في الشبكه. طبعا هذه ما بنعملها للبيوت، هذه بنعملها للمؤسسات زي المصانع والشغلات هذه اللي بتنتج مواد تعمل مشاكل في الشبكه، فعشان نسمحش عشان مصنع نسمح له انه هو يعمل عندنا اشكاليه في الشبكه بشكل مستمر. بعد الاوتلت هذا تطلع هذا عشان خلص. اي نعم.
بصير الماء اللي في النص ماء نظيفة نسبيا طبعا. هذا الماء اللي بتوع الشبكة. فكأن احنا شو عملنا هنا؟ نعم الزيت طفى فوق هنا، المية بتخش منها. الحين لما تصير منسوب المية في اليونت لهنا، مش بدها تكون في اليونت الثانية لنفس المنسوب؟ معناته المية بتنتقل من هان لهان. لما بنسحب المية اللي من هنا بضل المية تطلع من هنا لهان. فهذا عبارة عن الاوتلت للتانك هذا. طبعا الاوتلت جاي في منطقة مش في السلاد زون ولا في الفلوتنج زون، جاي في المنطقة الان بتوين اللي بتكون فيها المية اللي خالية من الزيوت وخالية من السيديمنتس. هو عادة هي كأنها هذا صحيح، بس هذه كان هي المانهول اللي احنا بنشتغل عليه. يعني في البيوت عنا احنا بس هذه الحفرة اللي خاصة فيه، وهذا مين؟ المانهول اللي بودي على الشبكة. المينيموم كفر اقل من 1.5. اذا كان المينيموم كفر عندي مثلا 90 سنتي، معناته انا ببدا في الاب ستريم بكفر اكثر من 90 سنتي. الكفر قديش في غطاء على البايب، قديش في سويل على البايب؟ خليني بس يعني برجع للنقطه، بس هاي نقطه واضحه لي ايش مفهوم الجريس اويل تراب اللي احنا بنسميها مصيده. احنا بنسميها في لحظات كنا بنسميها في ايام البيئيه كشكل من اشكال الجريت ريموفال، كانت نوع من الجريت ريموفال الاويل تراب اكثر من مصادر طبعا حسب حجمها. بس هي كمبدا انه لهدف انه انا احجز مواد بتعمل مشاكل في الشبكه بشكل مستمر فنتخلص منها قبل ما انها تدخل الشبكه، وهذا اللي احنا بنسميه البري تريتمنت. بتكون مسؤولية اللي بتصدر من عنده هذه المية، لأنه هذه بتتم مسؤولية مين؟ الأونر بتاع تاع اليونت. هذه مش مسؤولية البلدية أو المؤسسة القائمة على الشبكة إنها هي تنظفها، بصفي مسؤولية الأونر بتاعها هو اللي ينظفها. أرجع لنقطة الدوب مانهول. لما نحكي لما كل سلوب بالشكل التالي، انا باجي في المانهول الاول بنزل بسلوب اكثر من المينيمم، زي ما حكيت اذا كان مينيمم 90 سنتي انا نزلت ب 1.5 متر. هسه معناته لما انا بنفذ البايب بالشكل التالي، هنا بدايه الكفر على البايب 1.5. الكفر عند المانهول بيعبر عن طول المانهول، مش البايب محطوطه في نهايه المانهول، مظبوط؟ يعني معناته قديش طول المانهول قديش في كفر على البايب مطروح منه قطر البايب. فالان ما بقول الكفر قديش في سويل، قديش ارتفاع السويل على البايب. This is what we mean by the cover. طبعا كل ما كان المانهول اعمق كل ما كان الكفر اكبر. هسه لما البايب عندي دي بايب تمشي بسلوب اقل من سلوب الارض، ما كل ما مشينا بقل الكفر. طب لما انا اصل الى مينيمم كفر بصير استمر في البايب؟ بقدر احط الدوب مانهول، صحيح. ما هو دائما المانهول هو وصل بين الالت والاوتلت، بس هنا الالت والاوتلت مش على نفس المنسوب، هذول بخشوا بجوش على نفس المنسوب. فبالطبع دام جايين على نفس المنسوب معناته بسمي المانهول هنا دوب مانهول، لان انا عملت الدوب في الاوتلت، عملت الدوب في الاوتلت عشان احقق المينيمم كفر. واضح هاي النقطة؟ في عنا اشي احيانا نلجأ له بنسميه انفيرتد سايفون. شو الانفيرتد سايفون؟
افترضوا انا جيت امد في منطقه شبكه الاتصال الصحي، لو جيت اعمل بروفايل للشارع، الشارع هيك ماشي، يعني في منطقة نازلة في الشارع. طبعا ممكن تكون، خليني اسمي هذا واد ماشي من على الشارع، او نهر او اللي بدنا اياه. هسا اذا جيت امد البايب، مفترض انه البايب حسب المنطق تمشي هيك، اذا بدها تمشي ستريت. طب في المنطقة هذه بصير البايب تطلع فوق ال تقطع المجرى المائي او تقطع فيش امكانيه. طب اذا جيت انفذ البايب تنزل من هنا واخذ هنا المينيمم كفر ومد البايب بالشكل التالي، ايش راح الاقي؟ اعماق بالخيال. يعني تصل عندي 19 متر، شو بدي نفذ سيستم على عمق 19 متر؟ شو بنيجي بنعمل هنا؟ بنيجي في المنطقة هاي بدل البايب ما تيجي بالشكل التالي من هنا لهنا، بنعمل البايب بالشكل التالي، وهنا في مانهول وهنا في مانهول. صفات البايب هنا مش ماشية ستريت لاين، وماشية بالشكل التالي، كيف بدها تتحرك المية فيها؟ كيف؟ ما أنا مو بنفذه هيك. طبعا هذا ممكن يكون طولها 100 متر، والبايب الواحد 4 متر أو 3 متر، بنوصلهم بأخذوا بالكيرفتشر هذه، ما فيش مشكلة. هي القضية كيف بدها تتحرك السيستم؟ احنا عندنا نقطة، أنا مش بقول المنسوب هذا أعلى من المنسوب هذا، صحيح؟ هدول الاثنين بينهم دلتا اتش، بينهم دلتا اتش. إذا قسمت دلتا اتش على اس على سوري على ال على طول الباب، شو بعطيني؟ الديفرنت في الهيدروليك جريد لاين، مظبوط. طبعا المية هنا راح تمشي نتيجة الفرق في الهيد ما بين الإلت والأوتلت، ما بين الإلت والأوتلت. لكن احنا هنا بتواجهنا نقطة إشكالية، ألا وهي إنه طيب هذه البايب لو كان فيها الفلو مينيمم أو أقل من المينيمم، ممكن تعمل سيتلينج، ممكن تعمل سيتلينج، فصير هنا عندي منطقة ترصيب. شو بنيجي بنعمل احنا؟ بنفضلش ننفذ 1 بايب، بنفضل ننفذ 3 بايبس، بنفضل ننفذ 3 بايبس، بحيث انه اول ايش، انه احنا بدنا فيلوسيتي، مينيمم فيلوسيتي هنا مش 0.6 0.9، يعني بنحاول نوصل فيلوسيتي مش 0.6، تكون الفيلوسيتي اعلى من المينيمم اللي تعودنا عليها في الشبكه العاديه. الشغله الثانيه انه انا بدل ما يلفلو هنا يمشي في 1 بايب، بده يمشي في 3 ديفرنت بايبس، في 3 بايبس. يعني بمعنى لو جيت تعمل ابلان في المانهول هذا، عاده المانهول هذا بكونش سيركولار، بكون ريكتانجولار، بكون ريكتانجولار. طبعا المي بتدخل فيه من 1 بايب، بتطلع من 3 بايبس. يعني انت عملك بتحكي عكس اللي كنت تحكيه تماما سابقا. انت كنت تقول انه ممكن يكون عندنا اكثر من إلت و1 اوتلت، هنا في إلت وثلاثة اوتلت. ليش اشتت المية
في 3 بايبس. الفكره عندنا ايش؟ هدول الثلاثه بايبس ان جنرال ما بيشتغلوش مع بعض. الفكره انه اول بايب تكون فل لو كان الفلو مينيمم، والبايب الثانيه تاخذ الفلو لو زاد عن المينيمم لحد الكيو افريج. البايب الثالثه يصير فيها الفلو اذا الفلو بزيد عن الافريج. اعيد، بصمم على انه اذا الفلو لحد المينيمم بدخلش الا في بايب واحد اصغر واحد فيهم، يعني هدول الثلاثه مش بنفس السايز. بايب رقم واحد اصغر، الثاني اكبر، الثالثه اكبر. البايب الاولى بتنقل الفلو لحد ما يكون الفلو مينيمم. اذا الفلو زاد عن المينيمم بصير الزياده في الفلو تنتقل في البايب الثانيه لحد ما يصير الكيو افريج. اذا الكيو بزيد عن الافريج بتكون الاولى طبعا صارت فل والثانيه فل، والزياده بتروح على وين؟ على البايب الثالثه. طبعا حدا بيسال كيف بده يصير الحكي هذا؟ يعني شو بدي افهم؟ الفلو لما يكون مينيمم يروح على هذه، لما يزيد عن المينيمم يروح على، لما يزيد عن المينيمم يروح على الثانيه، لما يصير فل افريج ينتقل على الثالثه. قبل ما احل اكزامبل بدنا اعطيكم شكل. تخيلوا انا صممت، شو رح نحكي عن التصميم. انا صممت هذه البايب الاساسيه اللي داخله قطرها 800 ملم، هذه البايب قطرها 800 ملم. انا صممت الثلاثه بايبس هذول، لقيت هذه البايب قطرها 200 ملم، وهذه 300 ملم، وهذه 500 ملم. كيف الفلو بده يتوزع حسب انا صممته في البايبز الثلاثه هدول؟ انا اللي رسمه هنا بلان، متخيلين معي؟ لو رسمت كروس سكشن راح يكون الكروس سكشن بالشكل التالي. هي المانهول، هي البايب اللي داخله، هي البايب اللي داخله. تخيلوا معي لو انا جيت في المانهول هذا عملت جدار هنا على الحد هذا هيك، هذا الجدار طبعا جدار رفيع ارتفاعه 300 ملم، وعملت هنا جدار ثاني هذا ارتفاعه 200 ملم. متخيلين معي؟ هنا عملت حاجز اللي هو الحاجز هاي ارتفاعه 200 ملم، والحاجز هذا ارتفاعه 300 ملم. شو راح يصير عندنا؟ المي بتدخل من هان، طبعا وين راح، وين راح تمشي؟ فهاي لما تصير هادي فل بصير منسوب المي في المانهول على ارتفاع كام؟ 200 ملم. بصير المي تعدي الحاجز هذا، طبعا اذا عدت الحاجز هذا تدخل وين؟ في البايب الثاني. طبعا هذه فل لانه المي على الاقل 200 ملم. لا لا، حاجز بطون قائم ارتفاعه بس 200 ملم. لما تصير المي في المانهول على ارتفاع 200 ملم صار منسوب المي بنسوب الحاجز، اذا عدت عن 200 ملم بتعدي الحاجز فخشت في الجوره هذه. طبعا خشت في الجوره هذه بتخش في البايب هاي. لا، من فوق الحاجز. تخيلي معي هنا، هاي عرضية المانهول، ماشي الحال؟ هاي المدخل من هنا. هسا انا على الحاجز على الجانب هاي،
هاي الحيطة الخارجية. هسا أنا باجي هنا هاي الثلاثة بايبس، هنا البايب هذه على الأرض مباشرة، فيش عليها حاجز. أول واحدة، الثانية حاطت حاجز ارتفاعه 200 مليمتر. طب معناته لما المي تصير في المنهل ارتفاع أكثر من 200 مليمتر راح تعدي تطلع منه فوق، تطلع منه فوق بقى تصير تدخل وين؟ في البايب الثانية. طبعا البايب الأولى مليانة لأنه المي على السام منصوب المي في المنهل أعلى من سقفها. إذا البايب الأولى في الحالة هذه إيش؟ فل، وبيزيد عن 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 قدرتها بينتقل على البايب الثانية. طبعا بينتقل على البايب الثانية، إذا الفلو زاد، إذا الفلو زاد بصير منصوب المي في البايب الثاني يزيد يرتفع لحد ما يوصل 300 مليمتر. إذا بزيد عن 300 مليمتر بعدي الحجز الثاني بصير يدخل وين؟ في البايب الثالثة. فالبايب الأولى بتشتغل لوحدها لما يكون الفلو مينيمم أو أقل. لما يصير الفلو بين المينيمم والأفرج بتكون الأولى فل والثانية بارشل. لما يصير الكيو أكثر من الأفرج بتكون الأولى فل والثانية فل والثالثة بارشل. واضحة النقطة وين؟ ما أنا مش حددت هذه قطرها 200 مليمتر، ما قلت لازم الحجز هذا يكون 200 لأنه بدي ينتقل للباب الثاني لما يصير هذه فل. لو عملت هذا أقل من 200 معناته المي راح تدخل في البايب الثاني قبل ما تكون الاولى فل. صحيح، البايب من فوق، البايب الاولى من فوق والحاجز الاولاني نفس المنصوب، بحيث انه المي لما تصل تصير البايب الاولى فل، اي زياده راح تنتقل على البايب الثانيه. طبعا بتضل تنتقل على البايب الثانيه، مده الفلو لسه اقل من الافرج. لما يصير الفلو افرج بده صار منسوب المية 300 مليمتر فيه لأنه صارت الباب الثاني فل، لأن أنا صممها فل لما يكون الكيو أفرج. إذا صارت الباب الثاني فل في الحالة هذه صار منسوب المية في المانهول على ارتفاع 300 مليمتر. إذا صفت الأولى فل والثانية فل ومنسوب المية صار بيقدر يعدي الحجز الثاني هذا. طبعا إذا عدى الحجز الثاني معناته بده يخش في الباب الثالثة. فبصير اللي بتحكم امتى هذه تشتغل، امتى هذه تشتغل، امتى هذه تشتغل كمية الفلو. فالفكرة هنا انه انا بدي اضمن انه المي في البايبس تكون دايما سرعتها عالية. لو انا جيت هذه انفذها 1 بايب راح تكون كبيرة زي ما شفتها هنا 800 مليمتر. لما يكون الفلو مينيمم يمكن يكون دي على دي في البايب فيري سمول، اذا الفيلوسيتي صغيرة فبصير البايب معرضة للكلوجنج. لكن لما انا وضعه على 3 بايبس معناته انا بضمن انه غالبية مدة الفلو اقل من المينيمم في هذه البايب، الدي على دي فيها دائما عالية. إذا الفلو بزيد البايب الثانية بتشيل والبايب الأولى بضل الفيلوسيتي فيها عالية لأنها صارت فل. وإذا الفلو بزيد بصير الأولى والثانية فل والثالثة بيجي عليها الفلو في ال، فبضمن انه هذه البايبس دائما يصير فيها سيلف كلينسينج، دائما بتنظف حالها من حالها لانه بصير فيها سرعات عاليه. ما اذا في كل الحالات بدل ما ننفذ بايب، طبعا هذه بين ارخص لنا اقل تكلفه، ننفذ 1 بايب ولا ننفذ 3 بايبس؟ يعني لما يكون انا عندي فيش حاله الدروب زي هنا، يعني فيش عندي المشكله هذه، لو انا هذه المشكله مش موجودة عندي، ليش أروح أجي هنا وأنفذ في المنطقة هذه 3 بايبس؟ ما خلي البايب هي تمشي بنفس طريقة آليتها. يعني هنا لأنه أنا بعتمد على إني بدي أرفع السرعة، فبدل ما إني أمشي المية في 1 بايب كبيرة بمشيها في 3 ديفرنت بايب بناء على الكيو اللي جاي. فمعناته أنا بحقق للمية سرعة حتى لما يكون الفلو مينيمم. صحيح. هاي بدك اياها، هاي البلان في الكروس سكشن، في الكروس سكشن راح يبينوا عندك بالشكل التالي.
إذا كلهم من تحت على نفس المنسوب راح بين عندي خط وخط وخط على أساس أنه هذه قبل هذه قبل هذه. طبعا هاي 200 هاي 100 هاي 200 مش هيك؟ متخيلة كيف؟ ثلاثة بايز جنب بعض. الحين تحت خط واحد، قمة الأولى بتبين خط ارتفاع 200، قمة الثانية 300 بتبين على خط أعلى منه 100 مليمتر، والثالثة بتبين على خط أعلى من الثانية 200 مليمتر. لأنه من هنا لهنا 500، من هنا لهنا ومن هنا لهنا 200. هيك رح يبينوا في البلان، في الكروس سكشن. لو كنت بتاخذي من الصايد الثاني، لو كنت بتاخذي من الصايد الثاني بتطلعي من جال ال 500 مش من جال ال 200 ال 300 ال 400، رح ترسميها بس رح ترسمي هذول الخطين هيدن. اذا بنرجع شوي للوصفيه، لانه مش رح يبينوا هذول الخطين عندك، لكن بتشوف انت ال 500 وال 300 منها ورا وال 200 منهم ورا، فالخطوط هذول تاعت التوب لل 200 والتوب لل 300 ببينوا عندي از هيدن لاينز. اذا كنت بطلع من السايد هذا الاولاني بشوف الخطوط اللي هيك رح يبينوا عندك. الثلاثه انت شايفة هنا الخطوط، يعني هاي الخط الاولاني للقاعدة كلهم، بعدين هاي الخط الثاني اللي هو ببين المينيمم اللي الاقل بايب. الخط هذا المفروض يكونوا هذول اللي فوق ثلاثة، يعني بس هو رسم كان رسم ثلاثة بايب، هو بيعبر مش بال، يعني هذه نوت اكيوريت بروفايل، يعني مش بروفايل توصيفي. هنا لو بدي اخذها توصيفي بدهم يبينوا بالشكل التالي هيك. هو طبعا لاحظي ما عملش الخط هنا، ما نفذوش كيرفتشا، نفذ خط هيك وخط هيك وعوض طلع فيها. يعني هنا في ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة. صحيح. وهنا مانهول، هنا بس في مانهول وهنا مانهول. البايب هذه جاية بالشكل التالي هيك. نعم، يعني هذه زي البريشر بايبس. لما بتشتغل عندي از بريشر، يعني بشكل اساسي بتشتغل از ابشر بايب، لانه لاحظي انه هذه البايب فل لما يكون لي كيو مينيمم، هذه البايب فل لما يكون لي كيو افريج. طبعا معناته فل وفي فرق في الهيد، ما هي بتمثل وكانها از ابشر بايب. فهنا انا خالفت كل المبادئ اللي كنت حكينا عنها سابقا، انه وين بيصير تغير في السلوب بدنا نستول مانهول، وين بتغير في الدميتر بده يكون في، لا هذه هي وان بايب من المانهول هذا للمانهول هذا، بس بدل ما احط المي في وان بايب حطيتهم في ثلاثه بارلل بايبس. هذول الثلاثه بايبس ان بارلل بالتوازي، لكن المي بتخشش فيهم بالتوازي حسب الكيو، لانه هنا هذول الحواجز الهدف منهم انه تتحكم امتى تخش المي في البايب هذه، امتى تدخل في البايب هذه، امتى تدخل في البايب هذه. التوب مانهول وين؟ هنا، يعني انزل المانهول لهان صحيح، واجي اخذ البايب هذه هيك هذا مزبوط. ما هي من وين اجيب لها سلوب؟ اذا بدها تمشي بسلوب بدها تمشي هيك، بده يصير هذا 20 30 متر المانهول. يعني هذه احنا بنلجأ لها لما يكون في عندي منشأة او ستراكشر معين بحكم الوضع عندي. انا عندي واد، نفترض انا ماشي في شبكتنا وبدنا نقطع واد غزه، انا عندي في فرق في المنسوب لكن المنطقه هذه نازله، هل اروح اقف وانفذ بامب ستيشن وادخ المي باي بامبينج؟ لا، بلجا الى الانفيرتد سايفون. وكثير هذه من الحالات اللي بنسميها احنا سايفونينج. سايفونينج اني انا بنقل المي من النقطة هذه إلى النقطة هذه على الرغم أن المسافة بينهم واطية، لكن من خلال السايفنينج لما المي تدخل بالشكل هذا بتمشي بالفرع، في عندي فرق في الهيد، في عندي
فرق في الهيد، لكن هذا الفرق مش منتظم، يعني مش جاي بنفس الطريقه من الـ من من الاب من الاب ستيم للداون ستيم. فوين عندي فالي مثلا، عندي نهر، عشان هيك هذه البايب ممكن يكون طولها 200-300 متر، هذه ممكن يكون طولها، لان ما بقدر انفذ فيها مانهول. طبعا ليش ما بقدرش انفذ فيها مانهول؟ لانه بكل بساطه اذا جيت هنا ونفذت مانهول، وات ويل هابن؟ افترضي مش واد، افترضي شارع. لو جيت ارسم، اذا كانت الميه في البايب هاي لهنا، والميه في البايب هاي لهنا، مش هاي هو الهيدروليك جريد لاين؟ والمانهول اللي عباره عن بايزومتريك راي، معناته المي راح تطلع لهذا المنسوب. يا دبي شو حصير تعمل؟ فلو انا نفذت مانهولز على الخط هذا، معناته هي المي بتطلع منه. فهذول شغالين از بريشر بايبس، شغالين از بريشر بايبس. ما انا عشان ما احطش البامب، ما كل الفكره عشان ما ركبش بامب. لانه انا بصير البايب تقدر تمشي الميه بالسرعه اللي انا بدي اياها. واضح هاي النقطه؟ بس البايب هاز تو بي كلوز. واذا حطيت بين بين الاب ستيم والداون ستيم مانهول، راح الميه تطلع من المانهول، لانه منسوب الهيدروليك جريد لاين اعلى من منسوب المانهول اللي بدك تحطه. ما هي مش بنقول هيك الارض؟ هاي الارض عندنا. طبعا هذا بدي اعوضه مين؟ للصوب هاي. يعني تماما تخيلوا لو حدا فيكم يجيب له جسم بالشكل التالي، ويجي يحط له كرة مماس لهنا يرميها هنا، شو راح تعمل؟ بالضبط. فأنا كأني بعمل بهاي الصورة. واضح هاي النقطة؟ طيب عشان نحل اكزامبل، بقول لي an inverted siphon composed of three pipes to be used to convey wastewater from one side of a river to the other side. طبعا معناته انا بحكي انه في منطقة، نعم. The invert level of the upstream manhole is plus 100 meter above sea level. يعني منسوب المانهول الاولاني هاي، اذا خلينا اخذها في بلان، هي الارض عندي بالشكل التالي. هنا بدنا نعمل الانسيرش الاول مانهول، هذا منسوبه 100 متر above mean sea level. The invert level of the upstream manhole is 100 meter above mean sea level. The length of each of the three pipes is 250 meter. يعني هي اذا بقول هي الداون ستريم، وهذا المانهول بده يجي هنا، هذه 250 متر. The average flow entering the upper manhole is 0.25 cubic meter per second. Q average. Find the diameter of each of the three pipes and the invert of each pipe at the downstream manhole. على أي منسوب بدنا نحط المانهول الثاني هذا؟ قديش بده يكون الجراوند ليفل؟ الجراوند ليفل هنا كام؟ ومن ثم قديش بده يكون الانفيرت ليفل؟ انا بهمني قديش يكون الانفيرت ليفل. هسا بقول لي اسيوم ذا فيلوينج، البيك فاكتور 2.5، مينيمم فلو فاكتور 0.3. احنا قلنا دائما الفلو المينيمم فلو ممكن يكون ثلث الكيو افريج او 0.3 كيو افريج. مينيمم فيلوسيتي وين فلوينج فول 0.9 متر بير سكند. يعني بدنا المينيمم فيلوسيتي تكون 0.9 متر بير سكند. اول شيء بدي اجي احسب قديش الكيو مينيمم، قديش الكيو افريج، قديش الكيو ماكسيمم، صحيح؟ او الكيو بيك. طبعا انا عندي الكيو افريج معروفه، الكيو مينيمم بدي اسوي 0.3 في الكيو افريج، الكيو ماكسيمم 2.5 في الكيو افريج، مزبوط؟ من ثم بقدر احسب الكيو للبايب الاولى كام، الكيو للبايب الثاني كام، الكيو للبايب الثالث كام،
نعم، لأنه slow and the first vibe هي الكيو مينيمم اللي بدها تساوي 0.075 اللي هي 0.3 في 0.25 صحيح؟ الفلو اند سكند فايب شو بدي اسوي؟ الكيو افريج ناقص الكيو مينيمم مضبوط؟ لأن بدها تقول لها بدها تكون فل لما يكون الكيو افريج، طب ما هي هذيك ماخذه الكيو مينيمم. الفايب الثالثه قديش بدها تسوي؟ الكيو فيها الكيو ماكسيمم ناقص الكيو افريج. اذا حسبنا الكيو في كل واحدة من هاي البايبس. هسا بقول لي ديزاين اوف ذا مينيمم فلو بايب. هسا على البايب الاولى قلنا هالقد الفلو فيها صحيح؟ طب اذا هالقد الفلو فيها لما تكون فل وقلنا بدنا تكون الفيلوسيتي فيها 0.9 بنقدر نوجد مقطعها ولا ما بنقدرش نوجد مقطعها؟ الكيو بيساوي في في اي، ومن ثم بنقدر نوجد مقطعها، واذا وجدنا مقطعها بنوجد مين؟ بنوجد الاريا. اذا وجدنا الاريا بنوجد الدايمتر مظبوط، ومن ثم حسبنا لقينا الدايمتر تاعها 0.32 متر. هسا اذا حسبنا الدايمتر وعندنا الفيلوسيتي بنقدر المفروض بنقول على اي سلوب تكون محطوطه، لانه عندنا في بتساوي 1 على ان اعطوا 2 ثيرد اس تو هاف، والواي عباره فل فل. من خلال القانون هذا لقينا ان السلوب تاعها لازم يكون 4 في الـ1000، 4 في 10 أس سالب 3 يعني 4 في الـ1000 أو 0.4%. طب إذا بدي كل السلوب تاعها 0.4%، البايب طولها 250 متر، إذا قديش بده يكون فرق الليفل؟ مش دلتا اتش بيساوي 1000 أس مظبوط، وهذه بدها تساوي 250 في 4 في 10 أس سالب 3 معناته اذا كان المانهول في الاب ستيب على منسوب 100 متر ابوف سي ليفل، اللي في الداون ستريم اللي في نهايه الريفر بده يكون على كام؟ 100 ناقص دلتا اتش صحيح؟ اذا حددنا السلوب. طب البايب الثاني والثالث على اي سلوب بدهم يجوا؟ نفس السلوب. طب الحين عندي السلوب محدد للبايب الثانيه، وعندي الكيو فل لها محدد، بقدر احسب لها الداميتر بقدر احسب لها الداميتر، ونفس الحكي بالنسبه للبايب الثاني والثالثه. يعني انا بناء على البايب الاولى الكيو اللي فيها حسبت قطرها، وبناء على حسبت قطرها حددت قديش لازم السلوب اللي تنحط عليه، واذا حسبت السلوب اللي لازم تنحط عليه الثاني والثالثه عندي الكيو لها وعندي السلوب، بقدر اجيب لها قديش الداميتر تاعهم. واضحه هاي النقطه؟ وهذه حالة من الحالات الخاصة اللي احنا بنحتاجها في لحظة ان يكون عندنا مانع بمنع تضل البايب ماشية. نعم. طبعا حدا يقول لي طب هذا لما يكون في رفض، افترضوا انتوا جيتوا تصمموا في الشارع، والشارع من فوق ماشي عدل ما في مشكلة. هسا الشارع هذا لو اخذته كبلان متقاطع مع شارع ثاني، هاي شارعنا الخطنا اللي بده يمشي، هذا الشارع الثاني معمول فيه خط كهرباء بخدم البلد، وهذا خط الكهرباء واقع في المنطقة هنا هيك، ومحطوط عليه باطون ماخذ له مساحات. الحين أنا الخط المفروض يمشي هيك، وطدوا هذه بقدرش أشيلها، مضطر اني اعمل انفيرتد سايف. فهذه حالات طبعا بتكون حل اشكاليه، اما لو السيستم ماشي عندي طبيعي بيلزمنيش الانفيرتد سايفون، لكن بيلزمني لما حالات انا بقدرش امنع الحاجز هذا، بقدرش اشيله، بقدرش اطمه، بقدرش ارفعه، لنوطده اجي هنا اجمع المي واعمل بامب ستيشن واضخه على الجال هذه في الشارع، ممكن اعمل كحل هو عملية الانفيرتد سايفون. ماشي الحال؟ المينيمم بدها تكون 0.9، ما انت الحين في البايب الثانية عندك السلوب وعندك الكيو، بدك تحسب قديش؟
نعم بتقول دي كيو افريج معنى تقييم انما بتكون الباي فول. اذا قديش لازم تكون السرعه فيها ومش لازم تقل عن 0.9 والاغلب راح تطلع اكثر من 0.9. وفي البايب الثالثه نفس الحكي. كيف؟ هي معناتها ما بتزبطش معي الانفيرتد سايفون. يعني اذا كانت الارض ماشيه هيك وبعدين طلعت وانا ما قدرتش اصل اني اعمل الحاله هذه الا اذا بعد هيك الارض نزلت بالشكل التالي وانا اعتبرت هذه كلها منطقه سايفونينج. طبعا لو بدي احط مانهول هنا بده ينزل لمنصوب معين عشان اقدر اوصل لها فيه. اما اذا كان حاجز الانفيرتر سيفون بجاوبش فيه بدي ارجع للبامبينج. بالضبط لازم على اساس انه الفرق في السلوب هنا بين هذه وهذه يوفر لي دلتا اتش اللي تحقق لي المينيموم فيلوسيتي. ماشي؟ طبعا ولكن بدها تمشي المي. مظبوط بس في النهايه في فرق في المنصوب انا بدي احققه. يعني في البايب المدخل والمخرج بده يكون فرق ولا كيف المي تنتقل من نقطه الى نقطه ثانيه الا اذا يكون في فرق في دلتا اتش.